أرجو توضيح صفة التيمم. صفة التيمم أن يضرب بيديه في الأرض التي الأرض الطاهرة، أن يضرب بيديه على الأرض الطاهرة ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته ضربة واحدة، وإن ضرب ضربتين، ضربة يمسح بها وجهه وضربة يمسح بها كفيه فهذا جائز، ولكن الصفة الأولى أصح، يعني يضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم يمسح ببطون أصابع يديه وجهه ويمسح براحته بكفيه أو يمسح كفيه براحته.